بدي ارحب ببشرى ضبه، هي صاحبه مشروع الاعمال اليدويه، هي معنا من اسطنبول. يسعد صباحك يا بشرى. اهلا وسهلا فيك يا بشرى. الله يسلمك يا رب، وصباحك يا رب. اهلا. نحكي رقاوي ولا لهجه بيضاء؟ بضيع انا بعدين. احكي بالطريقه اللي بتحبيها، مشكله. تخرجتي بشرى؟ يعني ما شاء الله انت بالتقريب مخليه شيء محاكي عنه، لكن نحكي اليوم لوين وصلتي بدراستك، وايضا الى اي حد اليوم خدمك تسويقك للاعمال اليدويه اللي عم تعمليها حتى تفوتي وتتقاطعي مع الدراسه اللي قام تدرسيها. أنا اليوم لساتني سنة أولى. كنت يعني بالفترة الماضية عم بدرس تحضيري، ولا أنا سنة أولى لساتني. اليوم المجال اللي يعني اخترت إني أدرسه هو رح يفيدني كثير بمجال شغلي بالديزاين، كونه يعني بناخذ نحن دعاية وإعلان، فهذا كثير شيء بيساعدني بإني أنا أطور من نفسي أكثر بمجال شغلي. حلو. بشرى، حكيتي إنه أنت تعلمتي عن طريق النت، اي حدا قادر اليوم انه يفتح يوتيوب وياخذ هاي الطريقه يبدع، ولا في شيء اساسا كان موجود عندك من الصغر، كان في موهبه معينه؟ لانه موضوع الفن مو اي حدا بيقدر يشتغل فيه وحتى يطلع بهاي التصاميم الحلوه. خلينا نقول انه هو لازم يكون يجمع الاثنين سوا. يعني انت اليوم لما بدك تبلشي بدك تبني معلومات عن هذا الشغل اللي انت رح تبلشي فيه باي مجال كان، واليوم الانترنت فعلا هو عالم واسع بيعطيكي معلومات جدا كافيه عن اي مجال انت حبيتي تتعلمي. فينا نبدا نحن فعلا بالانترنت بانه نحن نبني قاعده من المعلومات من خلالها نقدر نحن نبلش. واكيد هو يعني الذوق الشخصي بيلعب دور، هو نفسه بيلعب دور جدا بهذا، وفي شغف بصير بعدين. تماما. طيب بشرى، يعني اكيد الانسان لما يفتح مشروع جديد ببلد اجنبي، يعني هو قام يدرس، يعني ممكن يوصل لمحل يتعب يقول خلص انا بدي اوقف، يعني خصوصا موضوع السوشيال ميديا بتبلشي باعداد جدا قليله، او حتى اعمال يدويه ممكن يكون زبائنك جدا قلال. لاي حد دعم اهلك اللي كان واضح من خلال تقرير كلامك عنهم خلاكي تقوي وترجعي توقفي على اجرينش مره اخرى؟ تماما، هو بالبداية أنت كونه حاطة هدف من الأول أنه أنت عندك حاجة لهذا الشغل، أنه أنت عم تشتغلي صح. هو أحيانا بيكون الشغف أو حبك لهي المهنة هو بيساعد أكيد كثير لحتى أنت تستمري بهذا الشغل. بس كمان أنت الحاجة أو الهدف من هذا الشغل هو اللي بيخليكي تستمري حتى لو مرقتي بظروف صعبة، حتى لو كان في فترات يعني معينة أنت حاسة بصعوبة فيها ممكن تمرق، لأنه أنت عندك حاجة بالنهاية، عندك هدف واضح، فأنت مضطرة أنك تكملي رغم هي الصعوبة. ودعم الأهل هون فعلا هو عامل كثير كثير أساسي لحتى يخليكي أنت تكملي حتى بهي الفترة الصعبة. صحيح. يعني هو بهون عليك هي الفترة. بس بدي أعرف لأي درجة أهلك عم يدعموكي وأنت عاملتي لهم كل هالعجقة بالبيت؟ ما بتتخانقي أنت والوالدة؟ ومين اللي بيرتب بعدك بشرى أو بينظف؟ يعني عندك مسؤوليات ثانية كمان. أكيد في شيء بيخرب، مو كل شيء عم يصير مزبوط. صحيح. أكيد أنا بالبداية كان عندي يعني غرفة صغيرة بلشت منها، وهي غرفتي الخاصة، فأنا تصرفت فيها على يعني على حسب كيف شغلي بيخدمني. فضيت هاي الغرفة وخصصتها بس لهذا الشغل من هون بلشت. وعم تاخذي لهم النسكافيه والقهوه كمان لاهلك، تستخدمي لهم مواد بتدور امك في الصبح تشرب فنجان قهوه بتقول وين البنات، حاب يحط كم قطعه يعني بن يعني ما انه مطحون على القهوه ما لاقيها. بشرى ما اخذتها. طيب بشرى، يعني شو هي اكثر الشغلات اللي انت تشتغلينها وفعلا حبها يعني جمهورك على وسائل التواصل الاجتماعي، لانك تبيعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي صح؟ صحيح. انا بلشت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من هي يعني من هذا الموقع بالتحديد الانستغرام ببيع منه. اغلب المنتجات بتعجب الاشخاص اللي انا يعني هن متابعيني بالاحرى، فاغلب المنتجات، لكن اكثرها هي موضوع الورد، كونه هو مرتبط بشيء معنوي عندهم اكثر من انه شيء بس جمالي للعرض. انطلب منك شيء تصميم بشرى وفكرتي انه انا رح يطلع معي ما رح يطلع معي، او كان مثل تحدي يعني لحالك وقعدتي تبحثي عن الموضوع لتقدري تطالعي، ولا فورا قلتي لهم لا مو وقتها او ما بقدر؟ لا صحيح، كان في يعني حتى فتره في شخص كان حابب يحتفظ ببيضه، شيء كثير غريب. بيضه شنو السالفه؟ هسا ورده نقول معلش من الحب، بس بيضه يعني؟ لا هو حابب يحتفظ ببيضه، كانت مرتبطه بفتره معينه عنده بتدريب مهني له علاقه بشغله، فهو حابب انه يحتفظ فيها.
طيب هذا كان جدا شيء صعب، انه هو البيضه فيها شيء سائل وهو اصلا سائل ضد هي الماده اللي انا بشتغل فيها، فكان كثير يعني انه في صعوبه كثير. ف بس سلكتيها ولا لا يا بشرى؟ يعني اتوقع اذا كانت نيه يعني يوم من الايام حتنكسر وعادي يروح تعبش على الفاضي. بشرى يعني شفت من خلال الماده اللي انعملت معك بالتقرير انه والدك صار يخط على اعمالك، والدك خطاط؟ اي بابا هو مو خطاط، هو عنده يعني هوايه بهذا، قلمه جميل. حلو حلو ونجمع ورق. كثير هو كثير ساعدني بهذا الموضوع، يعني كفار هو يساعدني يخططني لما يصير في عندي ضغط، فانا اعطيه هو يصير يكتب لي على هي القطعة. انجمعوا الموهبتين وعم تقدموا شيء كثير حلو، عن جد نتمنى لك كل التوفيق بشرى بحياتك وبدراستك ووقفتك اكيد مع اهلك ووقفه اهلك حدك. مبسوطين كنا معك بصباح سوريا بشرى ضبة صاحب مشروع اعمال يدويه، كل التوفيق لك ونهارك سعيد. شكرا لك استضافتك، شكرا لك، وشكرا للي عمل التقرير محمد ابو حلقه، شكرا جزيلا شكرا لك وله.